استشهد شابان فلسطينيان إثر إطلاق جيش الاحتلال النار على مركبتهما في بلدة جبع جنوبية جنين. وأوضح مراسلنا أن مجموعات مسلحة فلسطينية استهدفت قوات الاحتلال بوابل من الرصاص خلال اقتحام البلدة، وأضاف أنه تم إعلان الإضراب في جنين تنديدا باستشهاد الشابين. هذا وقد استشهد شاب فلسطيني في جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام. وأوضح مراسلنا أن الشاب يدعى يزن الجعبري وعمره 19 عاما قد أصيب في الثاني من الشهر الجاري خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفردان غربية جنين لتفجير منزلي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام برصاص الاحتلال إلى 10 بينهم 3 أطفال. ينضم إلينا من جنين خالد بدير مراسل الغد. خالد، يعني الأجواء لديك في أعقاب هذه الإجراءات واستشهاد الشبان الفلسطينيين؟ نعم، انطلقت مسيرة التشييع من مستشفى جنين الحكومي قبل نحو نصف ساعة، والآن على الطريق العام المؤدي والرابط إلى قرى جنوب جنين عشرات المركبات الفلسطينية تنتظر على قارعة الطريق في لوصول جثمين الشهيدين ياسر عز الدين حمامرة وأمجد خليلية من بلدة جبع بعد تصفيتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب اشتباك مسلح صباح هذا. جثمين الشهداء في الطريق إلى منازل عائلاتهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم وبعد ذلك مواراتهم الثرى. قبل نصف ساعة انطلقت جثمين الشهداء الثلاثة مع الشهيد يزن الجعبري الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في مدينة جنين عند تنفيذ عملية هدم. رئيس الوزراء الفلسطيني قبل قليل في بيان صادر باسم رئاسة الوزراء أدان جريمة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة جنين، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد وهذه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا رئيس الوزراء في ذات الوقت المجتمع الدولي بالضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة والفورية للشعب الفلسطيني أمام استمرار الجرائم الميدانية في مناطق الضفة الغربية. كتيبة جنين سرايا القدس أكدت على انخراط الشهيدين أمجد خليلية وياسر عز الدين حمامرة بسلسلة اشتباكات مسلحة خلال الفترة الماضية والتصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت على مواصلة النهج المقاوم في مناطق الضفة الغربية بالتصدي لعمليات المداهمة والاقتحام. ما حدث أن جيش الاحتلال نفذ عدة دوريات روتينية في المنطقة هنا في مناطق جنوب جنين، تواجدت بالقرب من منطقة ترسلة العسكري المخلى منذ العام 2005، وفي تلك المنطقة الآن استمع إلى وصول جثامين الشهداء في هذه اللحظات. ستعبر الجنازة الآن في هذه اللحظات عبر مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني التي تعمل على نقل الشهيدين حمامرة وكذلك أيضا خليلية في هذه الأثناء باتجاه بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين، حيث أعلنت طبعا حالة الإضراب والحداد العام في مدينة جنين وفي عدة قرى وتحديدا في بلدة جبع إلى الجنوب من المدينة. هذا طبعا بالتزامن مع الدعوات لاستمرار حالة اليقظة والنفير العام في مناطق الضفة الغربية مع استمرار المداهمة الليلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا ما تم التبين به قبل نحو ساعة من أن هنالك شاب فلسطيني نجا من محاولة الاغتيال التي تعرض لها الشبان داخل المركبة، وكان قد أصيب برصاص الاحتلال في القدم وتمكن من إلقاء نظرة الوداع على رفاقه اللذان استشهدا طبعا برصاص جيش الاحتلال خلال العملية العسكرية إلى الجنوب من مدينة جنين. حالة الغضب هي سيدة الموقف، سيما وأن بشكل يومي باتت مسيرات الشهداء تمر القرى البلدات الفلسطينية. حالة الاحتقان في ظل غياب الأفق السياسي تترجم إلى حالة التفجر والانفجار الشاملة في مناطق الضفة الغربية وعلى أبرز المستويات تحديدا هنا في مدينة جنين التي تسيدت رأس الحربة. هنا يعني لربما نرصد بعض من الصور لم تصل حتى هذه اللحظة، لكن أستمع إلى أصوات سيارات الإسعاف التي تنقل في هذه الشهداء مرورا من قرى جنوب جنين هنا على مد. نعم أسمعك.
يعني ماذا عن الإجراءات الإسرائيلية المصاحبة لوصول الجثامين يعني كما هو معتاد من قبل قوات الاحتلال؟ خالد هل تسمعني؟ ونقل نعم أسمعك. تفضل. نعم، حرية التنقل في هذه المناطق هي للفلسطينيين، سيما وأنه لا نقاط عسكرية أو حواجز عسكرية إسرائيلية قريبة من الموقع الذي نتواجد به بالقرب من بلدة جبع. هو فقط نقطة عسكرية مبنى أغليت في العام 2005 يتردد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا المستوطنون من فترة إلى أخرى في عملية أداء صلوات تلمودية والاحتفال بالأعياد اليهودية. الليلة البارحة كان هنالك كمين لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم إطلاق النيران من تلك النقطة. الآن يعني نقل الجثامين بكل حرية وسهولة، لا إجراءات في المنطقة، حتى أن جيش الاحتلال عندما اصطدم بالمركبة وهجم على من كان بها قام بعملية تفتيش داخل المركبة، وصادر حسب بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطعة سلاح من طراز M16. في هذه الأثناء تصل مركبة الإسعاف التي تنقل جثامين الشهداء الشهيدين عز الدين حمامرة، وكذلك أيضا أحمد خليلية في هذه الأثناء إلى بلدة جبع. هذه هي المركبة التي يعني تنقل جثامين الشهداء. هنالك طابور كبير جدا مسيرة حافلة تنتظر الشهيدين في بلدة جبع، خاصة مع إعلان الإضراب والحداد العام في البلدة لإلقاء نظرة الوداع على الشهيدين اللذان خاضا اشتباكا مسلحا وبين تصفيتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة في بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. إذن خالد بدير مراسل الغد من جنين، شكرا جزيلا.